وبالنسبة لي نحن أولاً هذا ديما كيكون شرف لينا كبير باش نجيو نمثلوا المنتخب الوطني المغربي، وعاد زيد من كيكون شي مدينة اللي ما عمرنا لعبنا فيها، فكيكون واحد استقبال من الجمهور اللي غادي يكون خاص. فبالنسبة لينا حنايا شي كي موتيفينا، وحنا فرحانين باش نمشيو نلعبوا قدام الجمهور الوجدي. Bonjour, oui, c'est vrai que on va dire qu'une page se tourne avec la retraite internationale de Mehdi Benassa. Il a beaucoup apporté à l'équipe nationale. C'était une grande fierté de travailler avec lui. En tout cas, voilà, beaucoup de respect pour Mehdi. Maintenant, voilà, nous, on est présents aujourd'hui avec Romain, Zouir, Jawad et Naïf, et on va travailler tous ensemble avec le nouveau sélectionneur pour reconstruire une défense et aider l'équipe voilà, à avoir des bons résultats. Comme je l'ai dit, il y a une page qui s'est passée et une page nouvelle, il y a un peu de groupe nouveau, il y a des jeunes فالجمهور المغربي هو كيعرف المنتخب اكثر من اي واحد، وعارف بان البدايه ما تكونش سهله وغادي يكونوا صعوبات في الاول، ويعني فخصو يصبر مع المنتخب الوطني باش يرجع للمستوى اللي كان وصل ليه في كاس العالم. وهذه حاجه باينه، حنا فبدينا دابا بادين من الزيرو عاوتاني، وكاين دراري ونيفو فوتبوليستيك دراري يعني في مستوى كبير، بشوية بشوية غادي يبدا الانسجام ويبدا عاوتاني ترجع داك لا كومبيتيتيفيتي اللي كانت عند الفريق اللي كان وصل لكأس العالم. وهادشي اللي كاين، فبحال اللي قلت لك الجمهور المغربي عارف هادشي وكينتظر هادشي. وكما قلتي بالنسبة لينا حنايا اللعابة اللي جايبين سنوات في المنتخب الوطني، فهذا اوبليغاسيون علينا حنا نعطيو للدراري اللي يجيو جداد والجروب اللي كاين دابا. فالتجربه اللي عندنا لا كرويه لا او نيفو دو جروب، فمن لازم علينا نابورتيو للفريق. ومن بعد شي الاخر كيبقى كما قلتي ديال المدرب ديال الستاف. سو سرا دان لا كونتينيتي دي بروميير ماتش. On est en construction avec pas mal de nouveaux joueurs sur le premier rassemblement et le deuxième cette semaine-là. Donc voilà, on sait que ce sera long. Maintenant, on travaille bien. Le but, c'est de gagner la confiance pour nous et aussi gagner la confiance des Marocains. Donc voilà, on va se déplacer à Oujda dans le seul but de faire un beau match, mouiller le maillot comme on dit et gagner. C'est ce qui nous importe le plus, et ce sera pareil aussi pour les matchs suivants. Nous sommes importants de la ligne qui va nous faire. Le fauz, c'est ce qu'il dit, qui laisse le joueur qui est en qui dirige une certaine باش كيعاونك في المستقبل تكمل العمل ديالك في واحد الاريحيه. بس سي اون بون شوز هان اوني توس لا افيك لو ميم اوبجيكتيف ريبريزونتي لو ماروك اي كو لو ماروك غاني اي دي بون ريزولتا. دونك بو امبورت كي سرا سور لو تيران، اوني توس انسامبل، اوني توس سودي، توس دي فرير، اي فوالا faut s'entraider, peu importe les postes, qu'on soit défenseur, milieu, attaquant ou gardien. Le seul objectif, c'est que l'équipe nationale soit en haut de l'affiche. Et donc voilà, on est là pour s'entraider, pour se stimuler et voilà, être performant. Comme je l'ai dit, c'est aussi pour moi, la Mounir, la زنيتي لا تاكناوتي لا هشام، كاع بالنسبه لنا التنافسيه فهي شي حاجه بوزيتيف بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي وبالنسبه لنا حنايا. فكيبقى العمل ديال كل واحد، وكيبقى يعني اختيار ديال المدرب. وحنا
في اي بوزيسيون تحطينا فغادي نديرو يعني من جهتنا باش نعاونوا المنتخب الوطني المغربي، لا في التيران لا برا التيران. كي كيجيو حراس جداد بالنسبه لينا حنا، فكتحس بان البطوله الوطنيه هي يعني عندها حراس وكتنتج حراس المستوى، وكيبقى داك يعني كاع اللي فينا حنايا، فحنا المغاربه كيبقى ديما عندك واحد كما كنقولوا واحد الكومبلكس انفيريوريتي مع الدراري ديال اللي كيلعبوا في اوروبا. وهادي مزيان الحارس ملي كيجي من البطوله ولا اللاعب كيجي من البطوله فكي كيحيد منه داك العقده اللي كتكون، وشيء مزيان للاعبين ديال البطوله الوطنيه. وبحال اللي قلت لك فالمنتخب الوطني الان بادي من الزيرو، فخصك تبدا بشويه بشويه، ماشي غادي تمشي من دابا باقي كاع ما قاديتي الجروب وقاديتي فريق غادي تلعب مع واحد المنتخب اللي غادي يبان اكثر منك. كنظن كاع المقابلات لهاد الساعه مهمين، حنا عارفين بان الاقصائيات قربات، وكنظن بان اللاعبين اللي كاينين فهم في المستوى، وهاد المقابلات غادي يعاونونا باش نزيدو نساجمو، والمدرب يزيد يشوف الفريق لا يقدر يعتمد عليه في المقابله الجايه اللي تكون اوفيسيال. بالنسبه للسؤال الاول فاحنا يلا بدينا مع الكوتش فايد، فما تقدرش من دابا تعطي دير واحد المقارنه نيفو فوتبوليستيك على ليدي جو وداكشي. فهو الكوتش فايد اولا كيحاول يدوز لي فالور ديالو للجروب، داكشي اللي باغي، داكشي اللي لا ديسيبلين اللي بغا يدير في الجروب، ومع المقابلات غادي نشوفوا شويه بشويه يعني لي دي جو اللي بغا يلعب بها، وان فونكسيون ديال اللعابه اللي غادي يعتمد عليهم. لي دي جو اللي غادي تلعب بها غادي تكون اون فونكسيون ديال اللاعبين اللي غادي يكونوا عندك باش تعتمد. Oui, bien sûr que là on part dans une nouvelle aventure avec un nouveau coach et on est tous là pour jouer parce que c'est aussi notre métier. Donc voilà, à moi de saisir ma chance quand je serai sur le terrain et essayer d'avoir le même rendement, les mêmes performances que j'ai en club, c'est mon objectif. Donc اللاعب المحلي هو كان ديما معروف بان عنده الموهبه، عنده امكانيات باش يكون في المنتخب الوطني، فكيبقى عاوتاني واحد العمل تكتيكي، واحد العمل اللي كيكون شويه اللاعب المحلي ملي كيجي المنتخب الوطني كيلقى واحد الصعوبه. ولكن كنظن بالنسبه ليا خصنا يعني نبروفيتيو هاد لي ماتش اميكو باش ندخلو اللاعب المحلي باش نستافدو من الموهبه ديالو وندخلوه في داكشي اللي باغي المدرب بحال اللي قلتي. ففي كاس افريقيا اللي فاتت كان غير لاعب محلي واحد ومن غير الحراس المرمى، فالشيء اللي ما كانش شحال هادي ما المنتخب الوطني ما مشى بواحد لا ليست. كنظن اللاعب المحلي خص تعطى الفرصه ديالو، وتا هو يعرف بان ملي كيجي للمنتخب الوطني خصو بحال اللي قلتي ما يبقاش في حنا كيما كتشوف اللاعب المحلي كيجي كي حيت انا طرات ليا دزت لعاب محلي وكتجي وما كتقدر تدوي مع حتى واحد ما كتقدرش. فبالنسبه لينا حتى حنا الدراري القدام باش يجي باش ندخلوهم ويحسوا بواحد يحسوا راسهم داخلين في الجروب باش اونيفو فوتبوليستيك يعطيهم.